بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم تتشرف مجموعة مدارس الأبرار الخاصة بتنظيم أمسية رمضانية من تقديم براعم مؤسسة الأبرار. نتمنى صادقين أن تنال إعجاب أمهات وآباء وأولياء أمور التلاميذ، كما أتوجه بالشكر الجزيل كذلك لكافة الأطر الإدارية والتربوية العاملة بمؤسسة الأبرار على المجهودات القيمة المبذولة تجاه تلامذة المؤسسة في سبيل أن يبقى تلامذة مؤسسة الأبرار في تميز تربوي تعلمي. ونحن في العشر الأواخر نستهل الفرصة لنبارك لأمهات وآباء وأولياء أمور التلاميذ شهر رمضان الكريم، كما نستغل الفرصة لتقديم تهاني والتبريكات بشكل مسبق بمناسبة عيد الفطر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.